السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله دي أول محاضرة في الديجيتال مالتي ميديا. المحاضرة بإذن الله هتنزل على قناة اليوتيوب، وإن شاء الله بإذن الله هنتكلم بعدين على الكتاب. إن شاء الله الكتاب مجاني، هنتكلم عليه فيما بعد بس لما يكون جاهز تماما. ده الكورس اوتكمز او اللي المفروض ان انت تتعلمه جوه هذا الكورس. يعني المفروض انت تتعلم ايه يا ترى؟ هتتعلم ايه؟ اولا هندرس لك الانترودكشن للمالتي ميديا، بمعنى ان انت تعرف يعني ايه كلمة ديجيتال مالتي ميديا، وازاي تبقى مثلا اوفلاين، ويعني ايه كومباكت ديسك. الكومباكت ديسك طبعا انت عارفينها، اللي هي السي ديز والدي في ديز وكده والبلوراي، والتكنولوجيا اللي بيصنع بيها هذه الديسكس، بحيث ان تفهم ازاي بيتم تخزين الداتا عليها. هنتكلم عن الداتا انكودينج، بمعنى ان انت هتشوف ازاي بيتم الداتا انكودينج داخل هذه السي ديز، بحيث انها تتجنب لما يحصل خدوش او كده انها تقدر تعمل ريكونستراكت للداتا مره تانية. ده غالبا هيكون شابتر 1 بالنسبه، او يونت 1. شابتر 2 او يونت 2 هنتكلم عن الساوند. الساوند هنتكلم ازاي ان الساوند بيتحول من فيزيكال تو ديجيتال او من انالوج تو ديجيتال، ازاي بيحصل سامبلينج، ازاي بيحصل كوانتايزيشن كومبريشن للساوند. كل ده هنتكلم عنه ان شاء الله باذن الله. الايمج هتاخد فكره عن الايمج، بس انا اعلم ان انتوا عندكم فكره جيده، انك درست معايا ايمج بروسيسنج الترم الماضي او العام الماضي، فبالتالي يعني الجزء من هنا هيكون بالنسبة لك سهل جدا وميسر، لأن أنت عندك خلفية لما هو أكثر من ذلك. هنتكلم عن الكمبيوتر فيديو كبيزكس، إيه هو الكمبيوتر فيديو وإزاي أصلا بيتركب. هنتكلم عنه كبيزكس، مش هنتعمق فيه هنا في الجزئية دي. وبعد كده هنكمل هنتكلم عن الداتا كومبريشن إن جنرال، بمعنى إزاي تعمل لوزلي أو لوسلس كومبريشن، بمعنى. واعتقد انا اتعرضت لحاجه زي كده برضو في منهج الايمج بروسيسنج، بس احنا هنتعرض لداتا كومبريشن ان جنرال. هندرس بعض الكومبريشن الجوريزمز اللي هي لوسلس الجوريزمز، وهندرس اللوزي الجوريزمز. وناخد كمثال اللوزي الجوريزم اللي هو الجي بيج كومبريشن. بعد كده هنتكلم عن الايمج كومبريشن باستخدام الويفلت ترانسفورم كبديلا للجي بيج، اللي هي بتستخدم ال discrete cosine transform. بعد كده هنتكلم عن الفيديو كودينج، ازاي بتقدر تعمل كودينج للفيديو، بمعنى انك تعمله كومبريشن. ومش هن مش هنتعمق في كل انواع الفيديو كودينج، هناخد نوع واحد بس اللي هو الايه الامبيج بس. بعد كده يكون انتهى، على لحد كده يكون انتهى الكورس باذن الله. اليونت الاولى او الشابتر الاولاني كما تحبوا تسموه يعني، هيكون انتروداكشن عن الديجيتال مالتي ميديا. الانفورميشن عموما في الديجيتال كمبيوتر، او يعني خصوصا لما تكون مصنفه او ريبريزنتد ان ديفرنت ميديا، بمعنى مثلا انت انفورميشن ممكن تعمل ريبريزنتيشن في صوره صوت، صوت فيه معلومه او كده، او انت عندك صوت عايز تسمعه، عندك صورة عايز تشوفها، عندك فيديو عايز تشوفه اللي هو فيديو خليط من الصوت مع الصورة، عندك تكست مقالة أو موضوع بيشرح شيء معين على صورة. عموما كل ده بنسميه different media، ميديا مختلفة في تمثيلها. في الآخر هي بتمثل إيه؟ كصفر وواحد. يعني تكست، image، sound، moving pictures، whatever بقى، أي ميديا، أي شيء انت عايز تخزنه، هو معلومه طبعا في الاول في الاخر، ويمثل صوت او صوره او فيديو او تكست او 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 او، فهو في الاخر بيمثل كزيرو وان. كل الميديز دي اللي انت عايز تشتغل عليها تقدر تمثلها بزيروز وانز، وده من هنا اقدر ان انا ادمجهم مع بعض. يعني واتيفر بقى نوع الميديا دي ايه بالظبط، هي في الاول في الاخر جوه الكمبيوتر كزيرو وان، فبالتالي انت عندكش اي مشاكل. انت لما تجيب برنامج بيتعامل او بيعمل manipulation لهذه الميديا كلها كبرنامج واحد، يخزنها، يعمل لها ترانسميشن،
على الانترنت، يعمل لها بلاينج، يعمل لها ديسبلاينج، وات ايفر بقى. هو المهم البرنامج بيتعامل مع ميديز مختلفه في الواقع يعني، او في طبيعه البرزنتيشن بتاعها، في العرض بتاعها، ولكنها في الاول في الاخر ممثله كزيرو وانز، فيقدر يتعامل معهم على هذا يعني، ان كلهم زيروز وانز في الاخر. فهذا البرنامج بسميه ديجيتال مالتي ميديا ابلكيشن. ليه؟ لان هو بيتعامل مع اكتر بين ميديا، ولكنهم كلهم ديجيتال زيروز وانز، ومن هنا بيقدر يتعامل معهم لانهم كلهم زيروز وانز. الانتراكتيف مالتي ميديا، ان انت يكون عندك برنامج انت بتطلب منه حاجه فيقوم يعملها لك response to the user input. انت بتعمل كليك على button معين لانه يقوم يعمل لك playing الفيديو او playing الساوند او ان هو display للتكست او whatever بقى، display للصوره، واخد بالك؟ whatever هو بينفذ لك response to the user input. فسميه هنا interactive multimedia. هذا البرنامج فيه interactivity بين اليوزر وبين البرنامج. في بعض الكلمات اللي هي المصطلحات بتقال دائما يعني، زي مثلا مالتي ميديا برودكشن. مالتي ميديا ايه هو مالتي ميديا برودكشن؟ اللي هو ايه؟ ديسبلاي برزنتيشن، تمام؟ هي ده الهدف يعني. انت البرودكشن بتاعك مالتي ميديا ايه؟ ديسبلاينج، تعمل تعرض برزنتيشن. المالتي ميديا ابلكيشن اللي هو بيظهر على الشاشه ناتج عن كمبيوتيشن معين، يعني برنامج اللي انت بيعمل كمبيوتيشن معين، فبالتالي يقوم ديسبلاينج او بلاينج لشيء ما، تمام؟ يعني مثلا عندك الويب ابلكيشن، ده يعتبر مالتي ميديا ابلكيشن، بيعمل بريزنتنج للداتا موجوده في داتا بيز مثلا، فانا عندي مالتي ميديا ابلكيشن بيعمل بريزنتيشن لداتا او لصور او لفيديو او لا او او فطبعا بنتيجه الريسبونس لليوزر او كمبيوتيشن هو بيعملها. المالتيبل ميديا طبعا زي ما انتم عارفين ان عندي دلوقتي اكتر من ميديا، بسمي الميديا دي انا ممكن ميديا انا بستخدمها كريدنج محتاج او واتشنج او ليسننج، دي موداليتي، يا اما ريدنج واتشنج ليسننج، تمام؟ فهو يعمل اليوزر يقدر يسويتش بتوين موداليتيز بين ريدنج سويتشنج ليسننج، تمام؟ لان طبعا جدا ان هو يعمل كومبايننج بينهم، فبالتالي هو بيختار حاجه مثلا بيعرضها له وقت ما هو ايه على حسب رغبه اليوزر، يعني على حسب هو هيعمل ريدنج ولا واتشنج ولا ليسننج. فاذا الابلكيشن قادرا على ان هو يتعامل مع اكتر من موداليتي على حسب طلب اليوزر. لما اجي اعرف المالتي ميديا او الديجيتال مالتي ميديا ان جنرال، بعد كده لما اقول مالتي ميديا انا اقصد ديجيتال مالتي ميديا. The digital multimedia, any combination of two or more media represented in digital form. أي دمج ما بين two medias أو أكتر، two media أو أكتر represented in digital form. أكيد طبعا جوه الكمبيوتر represented in digital form. تمام؟ Sufficiently well integrated to be presented via a single interface. أنا عندي انترفيس واحد، ولكنه بيمكنني من التعامل من اكتر من اتنين ميديا او اكتر، اتنين ميديا او اكتر. طالما بيتعامل مع اتنين ميديا او اكتر خلاص، يبقى انا عندي هنا ديجيتال مالتي ميديا، وخصوصا لما يكون بيتعامل مع برنامج واحد سنجل بروجرام. يبقى اذا انا عندي هنا لو تلاحظ فينا مثلا في الصوره هنا بيمثل لك مثلا دايجرام اوف جينيريك مالتي ميديا سيستم. عندي هنا اما ان هو بيدخل صوت، تمام، او صوره كاميرا تصور، وبتخش الداتا دي كلها بتحصل سامبلنج وكوانتايزيشن وكودينج، وتدخل على الكمبيوتر حيث ان يتم داخله تخزين على الهارد ديسك او يحصل سيجنال بروسيسنج. خدوا بالكم مثلا واحد يقول لي ده صوره ازاي سيجنال ايمج بروسيسنج، وات ايفر، ما هي اصلا الايمج بروسيسنج هي سيجنال، الايمج نفسها هي سيجنال. فبالتالي يعمل سيجنال بروسيسنج ومن بيوليت الداتا على اللي هي مخزنه عنده، ويقدر يعرضها على الشاشات على حسب متطلبات اليوزر. فهو جينيريك مالتي ميديا سيستم اللي قدامك ده. برودكشن للديجيتال مالتي ميديا يعتمد على ان انت يكون الكمبيوتر قادر على انه يجري هذه العمليات بسرعه عاليه جدا، لان هو بيتعامل مع صور وصوت وتكست وفيديو
وخصوصا الفيديو بيكون يعني ثقيل، بمعنى ان هو حجمه ضخم. المفروض طبعا ان الميديا تكون مخزنة في ديجيتال فورم، لان الكمبيوتر لا يستطيع التعامل الا غير مع ديجيتال فورم. الصور والايمج والتكست والموفينج بيكتشرز والساوند وكل الكلام ده لابد ان هو يسجل كباينري ديتا انسايد ذا كمبيوتر. البرنامج اللي هيقدر يشتغل على الحاجات دي لازم يكون قادر على انه يغير، يدمج، يخزن، يوضح على الشاشة كل الأنواع. يعني لو حبيت مثلا يدمج الصوت مثلا على صور، إن أنت تقدر تدمج صوت مع صورة وتعمل كومبينيشن بحيث إنك تعمل يور أون فايل، أو تغير مثلا الداتا المكتوبة وتخزن الجديدة بعد التغيير، يكون قادر على هذا مش كده وبس، ويقدر يبعتها على الإنترنت أو يخزنها على سي ديز أو دي في ديز أو على الهارد ديسك تاني. فهو المفروض دي كلها سمات يجب انها تتوفر في الديجيتال مالتي ميديا ابلكيشن. الديليفري اوف ديجيتال مالتي ميديا ممكن تبقى اونلاين او اوف لاين. لو انا ارسلتها على النتورك او بستخدم النتورك زي ابلكيشن مثلا زي البراوزر وبيعرض داتا بمختلف الانواع، زي مثلا الفيسبوك بيعرض لي فيديو واوديو وكل حاجه وتكست وكل حاجه، فهو هنا يعتبر شغال ايه الديليفري اوف ديجيتال مالتي ميديا، بيشتغل ايه اونلاين تمام، يقدر يبعت داتا من مكان لمكان وبينتشر عبر الانترنت. فانا اقول هنا الديجيتال مالتي ميديا ديليفري اونلاين. طب اوف لاين، لو انا الناتج من الشغل اللي انا عملته ده بخزنه في الاخر على دي في دي او سي دي روم او هارد ديسك، فانا هنا بقول ان ديجيتال مالتي ميديا وركينج اوف لاين، يعني مفيش تواصل ما بين الكمبيوتر بتاعك والكمبيوترز الاخرى، والابلكيشن شغال لوكال جدا على الكمبيوتر بتاعك. بيج بيزد مالتي ميديا، لما يكون عندك مثلا بيج بيزد هي معناها تعرف لما تكون مثلا كانك بتصفح جريده الكترونيه بالظبط كده، جريده الكترونيه بوك ماجازين، في لينكس بتربط ما بين الصفحات وبعضها البعض وتتصفح الايه، فبيعتبر ده برضو ايه اسمها بيج بيزد مالتي ميديا. ممكن يكون هذه المجازين فيها برضو اوديو او فيديو مع الكتابة، يعني مش لازم يكون صور برضو. تايم بيزد مالتي ميديا، هتلاقي ان الاليمنتس بتعرض على الشاشة يعني تتبع تايم معين، تايم لاين، يعني ممكن تكون مثلا ايه صور فريمز بتعرض عليك ولكن بين الفريم والاخر فترة زمنية معينة، زي مثلا السلايد شو لما تعمل مثلا الباوربوينت وتخليها تشتغل وتعرض السلايدز بينها وبينها ثواني او دقائق معينه تمام. ممكن جدا ان انت تعمل سينكرونايزيشن بين اليمنتس بعدها، يعني ده مثلا تعرض حاجات مع بعضها على الشاشه في وقت واحد، صورتين مع بعض ثم صورتين تاني مع بعض، كل ده يجوز. يعني تبقى المهم انها معتمده على امتى هتظهر على الشاشه على التايم، فسميها تايم بيزد مالتي ميديا. دي بعض الترمينولوجيز اللي انت ممكن يعني تسمعها وكده فتبقى فاهم دي معناها ايه. لما نقول مثلا ان هنا في خاصيه لينياريتي مثلا في الابلكيشن او اللي شغال ده، انه بيعرض مثلا فيديو فريم بير فريم فريم بير فريم فريم بير فريم ان سيكونس معين وغير، مش نظام لينكس مثلا، ان هو يعني مثلا قبل كده لما كنا في قلنا ان ممكن بيج بيزد مالتي ميديا ان هو ينقل من صفحه لاخرى، ممكن تنقل لصفحه بعيده خالص مش لازم تكون اللي وراها، فهنا ممكن ما يكونش لينير يعني فاهم. لكن هنا مثلا لو كانت الصفحات اللي بتعرض متتاليه، فهنا يعتبر بنسميه ان هنا في لينياريتي، وات ايفر بقى كانت فيديو او كتاب الكلام على طول يتعكس. لو لما قلنا نون لينياريتي ان هنا في سيكونس اوف ديسبلاينج او اوف ريدنج او اوف بلاينج، ما هوش ماشي حسب سيكونس متتابع، ولكنه سكيبنج من هنا لقدام لفوق لورا كده كده، يعني ان كان صفحات او ان كان فيديوز او كان قصدي فريمز او كده. يعني ممكن تبقى كليكابل، طبعا النقل ده يكون كليكابل، يعني انت بتعمل كليك فينتقل على حسب رغبتك انت، فهنا انت شغال نان لينير، وده الغالب دائما ما بيكون ان اللينير ده، يعني لما تكون بتعرض فيديو وتتفرج عليه ماشي لينير، لكن انت لما تكون بتتصفح كتاب تقدر تروح الصفحه اللي انت عايزها، تعمل سكيب من 1 ل 10 ل 15 زي ما انت عايز ل 50.
اما بالنسبه للكومباكت ديسك، وطبعا لم يعد نستخدم الكومباكت ديسك، وكنت بفكر فعلا ان انا يعني لا اعيد شرحه مره اخرى. بس من فتره طويله وانا حطيت الجزء ده، يعني الكورس ده انا مصممه من زمان، من سنوات عديده، ولكن قلت برضو ايه، يجب ان انتوا تاخدوا فكره ولو بسيطه. انا كنت دايما بعمله فور ريدنج فقط، ولكن اكتر حاجه يعني فيه مهمه انك انت تعرفها تتعلمها ازاي هو بيقدر يتجنب لما يحصل خدوش في السي ديز، ازاي يقدر يتجنب ان انت لما تيجي تعمل بلاينج يعمل لك بلاينج ومفيش مشاكل رغم ان فيها خدوش. ودي كانت حاجة كويسة جدا ممكن تفيدك في مجالات اخرى. فهو انت تقدر تقرا، انا هكون سريع جدا في شرح الكومباكت ديسك، تقدر تقراها من على السلايدز او من الكتاب. الفكرة أصلا بتعتمد على انعكاس ليزر، شعاع الليزر في حالة انعكاسه فهو بيقرأ صفر، في حالة انعكاسه بيقرأ واحد، وفي حالة عدم انعكاسه بيقرأ زيرو. فهو كل القصة إن في أماكن في على السي دي تم حرقها بحيث إنها تكون معتمة، فما بتحصلش تعملش انعكاس. هذه اللي ما بتحصلش انعكاس بنسميها بيت. اما في حالة الجزء اللي بيعكس بنسميها لاند، ودي تقدر انت لو شفت سي دي بعد ما بتكتب عليها تجد ان بعد ما كانت عاملة زي المراية كده اصبح كأنها فيها يعني اجزاء معتمة واجزاء لامعة. سنتك منهم صغيرين جدا فانت فاكر انها كلها لامعة، ولكن هي في جزء بيعكس الليزر معناها يقرأ 1، في جزء لا يعكس الليزر في حالة البت لا يقرأ 0. حالة سقوط الليزر على لاند يعكس الضوء فيقرأ 1. فتقرأ انت الكومباكت ديسك، وليه ليه الديسك او الدي في دي بيكون سريع جدا 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 لما يقرأ من الخارج، ولما يخش في التراك الداخلي ليه هو بيبطأ. لو قرأت الكلام ده هتفهم الكلام ده كويس وتعرف ليه السبب. وبرضو عشان تقدر تعرف الفرق بين الدي في دي والسي دي وليه بالظبط كأنك بتكتب بقلم رفيع او بقلم سميك. لو انا اديتك قلم سبورة هتكتب بخطوط سميكة، فانت هتملى الورقة بتاعتك بمعلومات بسيطة. ولو اديتك قلم سكرول رفيع جدا وقلت لك املى واملى لي معلومات في الورقة الاي 4 دي، هتملى كتابة اكتر من لو اديتك قلم سبورة. فدي الفكرة بين الدي في دي والسي دي، ان التراك بيكتب بسمك اصغر في حاله الدي في دي، وفيدي له عدد تراكس اكبر، فيدي له امكانيه كتابه داتا اكتر. بعد كده الموضوع تطور بقى اكتر من لاير، بقى يتم تخزين الداتا في اكتر من لاير، بحيث ان هو ان في مثلا اماكن لها انعكاس لويف لينس معين او بدرجه اضاءه اقل، فيقدر يستخدم ليرز فوق بعضها بتصنيع عالي الدقه. فاقدر بعد كده ان هو يخزن كميه من الداتا عاليه جدا 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 على الدي في دي. وبعد كده بدا يستخدم شعاع ليزر بترددات عاليه جدا رفيع جدا، وادى ان هو يخزن داتا اكبر واكبر، وبالتالي لما وصلنا للبلوراي. فهذا باختصار سريع جدا. تيجي نشوف بقى الداتا انكودينج. الداتا انكودينج ازاي بيعمل انكودينج، يعني ازاي بيعمل تشفير للديتا لما يجي يخزنها على السي دي او الدي في دي او البلوراي. فالفكرة اللي بتستخدم هي فكرة واحدة مش هتفرق، لكن احنا لازم ندرس كويس ونفهم لانها مهمة جدا من ناحية ان انت ازاي الداتا اللي هي ممكن ترسلها على كيبل وتقدر تشوف يا ترى هل حصل فيها ديستورشن ولا لا وتكتشف هذا. هنديك فكرة بسيطة جدا ولكنها ان شاء الله تكون كافية. يعني الموضوع بيعتمد على ايه بقى؟ على ان انا بضيف لكل بايت حاجة اسمها Error Correction Code، بضيف عليه بعض البيتس اللي هي كود معين بحيث ان انا اقدر اعرف منه فيما بعد
هل البايت ده حصل له ايرور ولا لا. الحاجة التانية ان انا ازاي اعرف ان في ايرور من بالكود؟ طب ازاي اتجنب حدوث ما يعني ديستورشن كبير للايرور؟ انا دي النهارده لو انا الداتا بتاعتي ده مكتوبه مثلا بترتيب، يعني انا طبعا الداتا بتبقى معتمده على بعضها، يعني مثلا البايت ده البايت اللي بعديه اكيد لازم يجي بعديه، واللي بعد بعديه لازم يجي بعديه. طب انا النهارده لما يجي الخدش يروح مضيع مجموعه من البايتس المتسلسله في جزء متسلسل، طبعا كده انا عندي فقد كبير في الداتا، صعب جدا ان انا اعرف هو انا فقدت ايه. طب ماذا لو انا عملت شافلنج للداتا؟ شافلنج للداتا يعني شافلنج يعني عملت فنطت الكوتشينه، بتعمل شافلنج للكوتشينه، فانك فنطتيه كده يعني بانك فنطتها، خليت الايه الترتيب ما يكونش حسب السيكونس المطلوب او اللي انت بترغب. يعني انت لو عندك مثلا يعني شافلنج للداتا قبل ما انت تخزنها، بحيث الواحد هيبقى في مكان، الاثنين في مكان، الثلاثة في مكان، الأربعة في مكان، لما يحصل إن داتا تتمدمر مثلا، يعني مثلا مثال let us say that I record the numbers 1 through 10 in shuffling order 1 10 5 2 9 6 3 8 4 7. لو أنا جه حصل تدمير مثلا لرقم مثلا 2 فين 2 أهو، و5 اتدمر الآخر، وعشرة كلهم جزء متجاورين، ورحت خدشهم كده اتخدشوا مثلا في السي دي الاماكن دي لانهم متحطين جنب بعض، لكن هو في الواقع هيحصل لهم بلينج مش جنب بعض. لما يجي يحصل لهم بلينج هيحصل 1 ثم 2 ثم 3 ثم 4 ثم 5 ثم 6 ثم 7 ثم 8 ثم 9، فيصبح ان الترتيب اللي المفروض يكون عليه الداتا اللي هو ده الترتيب ده. طب اذا الترتيب ده هاجي عندي هنا الداتا ديت 2 غالبا في علاقه بينها وبين اللي قبلها واللي بعديها اللي هي 1 و3 فاقدر استنبطها، 5 في علاقه باللي قبلها واللي بعديها فاقدر استنبطها، بمعنى ان انا بوزع الايرور، بوزع بدل ما يبقى بيتركز في داتا متسلسله ورا بعضها، لا انا بوزعهم، بخلي دلوقتي لما الخدش اللي حصل عند المكان اللي هو فيه 10 و5 و2 ده اللي حصل فيه الخدش، الخدش ده شوف هنا وزعته بقى حتة هنا عند الاتنين هنا والخمسة هنا والعشرة. تعرفين ده لو كانوا مكتوبين بتسلسلهم الطبيعي 1 2 3 4 وحصل نفس الايرور في المكان ده، كان 2 و3 و4 ضاعوا لوست ومش هعرف استنبطه، لان العلاقة بقت بعيدة قوي بين واحد واللي بعديه خالص 5، لكن هنا 2 هستنبطهم من 1 و3 وبالاضافه للكود المصاحب، 5 هستنبطها سهل برضه، 10 هستنبطها سهل. هي دي الفكره، الفكره في ازاي احصل على الداتا لما لو انا حسيت ان فيها ايرور نتيجه خدش او نتيجه ديستورشن لارسال الداتا على الانترنت، فاقدر اعرف ايه اللي حصل وازاي اصل البرنامج المسؤول عن ان هو يوزع الايرور اللي هي بتاعت اللي حصلت، يوزعها في وسط الداتا كلها ما يخليهاش تحصل في داتا متتابعة متسلسلة ورا بعضها معتمدة على بعضها. فإذا لما يحصل انها ديستريبيوتد على الداتا كلها، فأنا أقدر أستنبط الداتا المفقودة. فببساطة لما يكون أنا عارف المحيطين بها اللي قبلها واللي بعدها، هذا البرنامج بنسميه انترليف سكيم، والمستخدم في حالة السي دي بنسميه كروس انترليف ريد سولمون كود، كروس انترليف ريد سولمون كود، بنختصرها بالاول حرف من كل كلمة CIRC كود او CIRC وخلاص. فاذا CIRC ده الكود اللي نقدر نسميه الالجوريثم يعني المستخدم في عمل شفلنج للداتا لتسجيلها على السيد، يعني شوف ازاي بالظبط بالتفصيل. زي ما قلنا ان الـ CDs او الـ DVDs او كده انها not free of errors، يعني هي ما فيهاش errors خالص، لا ده فيها errors، ودي طبعا تشوف الـ CD تلاقيها مخدشة لازم، وهو الـ CIRC
بيتعامل مع الايرز كلامبس او تجمعات الايرز اللي موجودة في السي دي، بتصل الى 4000 باد بيتس، يعني تصل 4000 باد بيتس يقدر يستنبطهم لك ويرجعهم لك تاني. وان الايرور ريت في هذه الحالة بيبقى منخفض جدا جدا جدا، يصل الى من 10 الى 100، من 1 الى 10، يعني واحد بس يايرور من ضمن 10 الى 100 بليون بيتس، يعني كل 100 بليون بيتس في واحد بيت خطأ، او كل 10 بليون بيتس في واحد بيتس خطأ فقط. انا هاخد مثال كأننا هسجل مثلا على السي دي صوت بقى استيريو مثلا، وانا عندي الصوت مثلا مقسم الى، بيطلع لك على 2 شانلز يعني على سماعتين، فكل سامبل لازم سامبل هتطلع على السماعه الرايت نفسها هتطلع على السماعه الليفت، فانا عندي 2 سامبلز، واحده للرايت وواحده للليفت، كل شانل لها سامبل. يبقى انا دلوقتي عندي لو كل سامبل بتاخد 16 بيتس، يبقى انا 16 بيتس و16 بيتس يديني سامبلنج بيريد، يعني 16 يعني معنى 4 بايتس علشان يطلعوا ال 4 بايتس، 2 بايتس للرايت شانل و2 بايتس للليفت شانل، عشان فسمي دي اسمها سامبلنج بيريد. واحد سامبلنج بيريد اللي بعدها مثلا 2 برضو 4 بايت، سامبلنج بيريود 3 4 بايت، سامبلنج بيريود 6 4 بايت. واخد بالك هو هنا عرض لنا على الشاشه 6 بيريودز، يبقى انا عندي كل يعني 6 بيريودز معناها ايه؟ معناها انها سامبل واحده بس، من السامبلنج بيريود اللي سامبلنج بيريود هي سامبل واحده تعتبر في الاصل، ولكن لان السامبل ممثله في 16 بيتس ليفت و16 بيتس رايت، فانا عندي السامبلنج بيت كلها واخده 4 بايتس. ماشي، طيب تعال نشوف دي ان هتتخزن ازاي، او هتستخدم السي اي ار سي هتخزنها ازاي لتتجنب الايرورز اللي ممكن تحصل فيها. انا عندي دلوقتي 6 سامبلنج بيريودز، يبقى 6 في 4 ب 24 بايتس، انا عندي 24 بايتس ورا بعضها بيعبروا عن 6 سامبلنج بيريودز، 24 بايتس يعبروا عن ايه؟ 6 سامبلنج بيريودز. طيب انا هاخد اول 12، يعني بعد 3 سامبلنج بيريودز هروح حاطط سي اي ار سي باريتي 4 بايتس، يبقى اول 12 باصبحوا كام؟ زودنا عليهم 4 اصبح كام؟ 16 بايتس. ونفس برضو الاربعه السامبلنج بيريودز الثلاثه المتتاليه اللي وراهم هروح حاطط 4 بايتس، يبقى اذا ال 6 سامبلنج بيريودز واخدين حجم قد ايه؟ 32 بايتس. ال 12 بايتس الاولانيين محطوط معاهم سي اي ار سي باريتي 4 بايتس، انا قلت الثلاثه اقصد الاولانيين، قلت الاربعه، الثلاثه الاولانيين وراهم 4 بايتس سامبلنج سي اي ار سي باريتي، والثلاثه اللي بعديهم معاهم 4 بايتس سي اي ار سي باريتي بايتس، وبالتالي المجموع الكلي هيبقى 32 بايتس يعبروا عن السته سامبلنج بيريودز. يبقى اذا ال 24 بايتس نتج عنهم بعد اضافه السي اي ار سي 32 بايتس. في حاله الديكودنج بدخل 32 بايتس بيطلع لي ايه؟ 24 بايتس. دلوقتي انا عندي 32 بايتس بعد اضافه السي اي ار سي. هذه ال 32 بايتس بروح اضيف لهم بايت كمان بسميه كنترول بايت، بسميه كنترول بايت. طب الكنترول بايت ده بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على معلومات عن النمبر اوف تراكس اللي موجوده في الديسك، الستارت والاند تايم بتاع هذا الجزء الفريم، الجزء ده اول بيسمى فريم اللي هو ال 32 بايتس بعد اضافه السي اي ار سي واضافه الكنترول بايت بيسمى فريم. الستارت تايم، الاند تايم، احنا اتفقنا احنا بنخزن صوت الستارت تايم، ومعلومات كثيره جدا احنا مش هنخش في تفاصيلها الان، ولكنها معلومات يستفيد بها الكمبيوتر للوصول الى الداتا اللي موجوده في هذا الفريم،
ومش كده وبس، عشان يقدر يعمل سينكرونايزيشن في حالة حدوث أي لخبطة أثناء البلاينج، بحيث إنه يعرف بالضبط which أو حصل أي ايرورز يقدر يصلح ويذهب إلى التراك أو المكان الداتا المطلوب وبسرعة. طيب دلوقتي أنا عندي البايتس ديت اللي هي الكنترول بايت اللي موجودة بعد كل فريم، كل 98 فريمز أروح عامل تيبل وأسمي هذا ال 98 فريم بسميهم سيكشن، يعني كل 98 فريم بسميه سيكشن وأرفق بيه على طول بعد 98 فريم تيبل. هذا التيبل يحتوي على إيه؟ يحتوي على 8 words، 8 words كل word طولها 98 bits. إزاي؟ ياخد البيت رقم واحد في الكنترول بايت الأول، والبيت رقم واحد في الكنترول بايت الثاني، والبيت رقم واحد في الكنترول بايت الثالث، وهكذا وهكذا لحد البيت نمبر واحد في الكنترول بايت رقم 98، تمام؟ لمجموعة الفريمز دي كلها اللي هم ايه ال 98 فريمز. يبقى انا عندي وورد طولها 98 بيت، كل بيت الاول وورد بتحتوي على البيتس الاولى للكنترول بايتس لكل الفريمز اللي هي 98 فريم. البيت الورد الثانيه تحتوي على البيت نمبر 2 لكل من كل الكنترول بايتس المرفقه بكل فريم لل 98 فريم، لل 98 فريم المتتاليين. ثم نفس الكلام الورد الثالثه تحتوي على البيت رقم 3 لكل 98 فريم. طب انا عندي كم بيتس الكنترول بايت؟ 8، فلذلك انا عندي 8 ووردز، عرض الوورد 98 بيتس. ليه؟ لان انا عندي 98 فريمز، كل فريم فيه كام بيتس؟ كل فريم عباره في الاصل عن كام؟ عن 32 بايتس قبل اضافه الكنترول بايت. هذا التيبل اللي يحتوي على المعلومات دي بسميه تيبل اوف كنترول بايتس، وسمي الجزء ده بنهاية 98 فريمز هو سيكشن، عشان انت عارف في سيكشن وتراك، وتقسم السي ديز الى سيكشنز وتراك. ارجع للجزء اللي انا قلت لك اقراه لوحدك. مش كده بس، هو كده فقط حول الداتا بهذا الشكل ودمج في وسطها بعض الكودز وعمل كنترول بايتس ودمج وعمل كنترول تيبل وكلام من كده وبس؟ لا، ده رغما عن كده كل ده هيعمل طريقة اسمها 8 to 14 modulation conversion table، هيطبق conversion table من 8 الى 14، بسميها 8 to 14 modulation. ال 8 to 14 modulation بنرمز ليها ب EFM، E8F14 M modulation. المهم ان كل 1 logic 1 bit separated by minimum of 2 zeros مش مسموح لاي sequence of binary number ان هو يكون بين كل 2 ones minimum بينهم 2 zeros. بمعنى لو واحد و 1 وراه 1 مش مقبول، لازم كل 1 وال 1 اللي يليه لازم separated by 2 zeros minimum وماكسيمم 10 zeros. هنشوف ازاي ان ال EFM يعني فعلا زي ما مكتوب incredibly clever way of reducing errors. ليه هو يعني فعلا clever؟ يعني بشكل لا يصدق. يعني الهدف من كده ايه؟ ان انا اقلل الترانزيشن من صفر لواحد او من واحد لصفر، عشان ايه؟ اتجنب بحيث لو حصل ايرورز هيبقى سهل عليا ان انا اقدر اعمل لها كوريكشن. الاي اف ام بيعتمد على قاعده ان زي ما قلنا اقل حاجه للتباعد ما بين ال 2 ones اقل حاجه يكون بينهم ايه؟ 2 zeros، اكتر حاجه يكون بينهم 10 zeros لا يزيد عن ذلك. طيب تعال نشوف ازاي بيتم. مثال زي كده مثلا، عندي مثلا الزيروز اللي قدامكم دي سيمبل مثلا كود 0000 8 زيروز،
بتمثل ل 14 بيتس بالشكل اللي قصادها ده، يعني الممثل قدامه واسع. الزيروز دي تمثلها هذا الكود ان 14 بيتس. طب الرقم 1 بالباينري يمثل بهذا الكود، رقم 2 بالباينري يمثل بهذا الكود، 3 بالباينري. طب انا عندي 8 بيتس، تفتكروا ايه المتوقع من هذا الترانزيشنز؟ الستيتس ياخد كام ستيتس، يعني ياخد كام حاله؟ ياخد 2 اس 8. 2 اس 8 يعني كام؟ يعني 256 يونيك باترنز. عن طب ال 14 يديني 2 اس 14. 2 اس 14 يعني كام؟ يعني 16 مليون 300، 16 قصدي 1384. طيب انا عايز اعمل مابينج ما بين ال 256 و 16384، اختار من ال 16384 باترن. يعني انا لو جيت مثلت ال 14 بيتس 0000001 والكلام اللي انتوا عارفينه ده، طيب انا عايز اختار منهم 256 باترن وديفرنت باترنز طبعا، او يونيك باترنز طبعا، بحيث ان هي يتوفر فيها الشروط المطلوبة، ان يكون ما بين اتنين وانز متتابعة، مينيمم تو زيروز او ماكسيمم 10 زيروز، ما غير ذلك يرفض. فلما بحثوا ال 14 بيتس واحتمالات اللي ممكن تاخدها ال 14 بيتس من حيث توزيع الوانز والزيروز، وجدوا ان احنا عندنا 267 باترن افيلابل اقدر استخدمه. يعني من ضمن كل ال 16384 ما لقيناش غير 267 افيلابل باترنز بس اللي ممكن ينطبق عليهم القاعده بتاعتنا. طيب اذا الاي اف ام هيختار من ال 267، يختار من 256 باترن، بحيث ان هم يمثلوا الكود المكافئ لكل رمز موجود في ال 8 بيتس كومباينيشن. دلوقتي فهمنا ان الداتا اللي هي عباره عن صوت ادخلنا ما بينها سي اي ار سي كود بعد 3 سامبلينج بيريودز، يعني بعد 12 بايتس، وبعد 12 بايتس اللي بعديهم حطينا 4 بايتس سي اي ار سي، وبعدين حطينا كنترول بايت وسمينا ده فريم، سمينا ده فريم، وبعدين خدنا بقى كل 98 فريم عملنا له كنترول تيبل، وثم بعد ده كله بقى كمان خدنا البايتس المتتابعه ديت ورحنا عاملين لها موديوليشن، بحيث ان احنا 8 تو 14 موديوليشن، كل 8 بايتس دخلناها على التيبل طلع منها، كل 8 بيتس طلع بدلها 14 بيتس، كل 8 بيتس اقصد. الثاني دلوقتي احنا عندنا الداتا بتاعت الصوت دمجناها مع السي اي ار سي بايت، دخلنا السي اي ار سي بايتس بالداخل، بعد كل 3 سامبلينج بيريودز يعني هو عباره عن 12 بايتس، حطينا 4 بايتس سي اي ار سي، ثم بعدهم تاني بعد الثلاثة سامبلينج بيريودز حطينا 4 بايتس سي اي ار سي، فاذا كان عندنا الحجم كان 24 بايتس، زودنا عليهم 8 فاصبحوا 32 بايتس، يمثلوا حاجه اسمها فريم. هذا الفريم اضفنا اليه كنترول بايت، اذا انا عندي كده الفريم كاملا كنترول بايت عباره عن 33 بايتس، مكون من 24 بايتس عبارة عن داتا سامبلز فعلا، وعندي 8 بايتس سي اي ار سي وواحدة كنترول بايت بسميهم فريم. هذا الفريم بعد 98 فريم بعمل تيبل، لا كل فريم بحط عليك معاك. دلوقتي فهمنا ان الداتا بتتخزن في صورة 3 سامبلينج بيريودز، يعني عندي 12 بايتس بحط 4 سي اي ار سي بايتس، 4 بايتس لسي اي ار سي، ثم 12 بايتس داتا، ثم 4 سي اي ار سي بايتس، 4 بايتس، يبقى انا المجموع كده 32، بحط كمان كنترول بايت يبقى عندي كده 33، بسمي ده فريم. هذا الفريم بعد كده بعد 98 فريم
بروح انا حاطط ايه تيبل بسميه كنترول تيبل. هذا الكنترول تيبل بيحتوي على 8 ووردز، كل وورد عرضها 98 بايتس 98 بيتس، يحتوي على البيتس الموجودة في كل بايت من الكنترول، البيتس اللي موجودة في كل كنترول بايت. البيتس الأولى توضع في الورد الأولى، البيتس الثانية توضع في الورد الثانية، وهكذا. ده في منها الداتا بقى بعد ده كله بيتعمل لها حاجة اسمها 8 to 14 modulation، بحيث ان كل بايت 8 بيتس بيتحول الى 14 بيتس زي ما احنا شرحنا من شوية. ويتم التخزين الداتا على هذا في داخل السي دي. طب ما بيجي يقرأ بقى من السي دي، اول حاجة يعملها ايه بقى؟ يغير، ياخد السيكونس بالعكس، بدل ما كان بيقول بيعمل من 8 ل 14 موديوليشن، يعمل دي موديوليشن من 14 ل 8، تمام؟ ويبدا بعد كده يفك الداتا ويخلصها من السي اي ار سي المدمج معاها، ويستخدم الكنترول بيتس المخزنه والسي اي ار سي كودز في ان هو يستنتج الايرورز اللي حصلت في السي دي. فاذا هنا في عمليه الديكودنج المسار عكسي للي حصل في الكودنج. المالتي ميديا، استخدامات المالتي ميديا والابلكيشنز بتستخدم في ايه بالظبط؟ ده يعني لو قلنا باختصار خالص، طب ما تحت كل ده لازم يجب انك تقرا وتطلع المواضيع اللي انا كاتبها لك دي، وتكون عارف عنها. ولو طلبت منك ان انت تكتب ما تعرفه عن استخدامات المالتي ميديا والابلكيشنز، تقول بتتكلم مثلا عن الهوم ابلكيشنز، وتكتب ما لا يقل عن 3 أو 4 اسطر، عن الفيديو كونفرنسينج 3 أو 4 اسطر، وهكذا. عن education، عن الديجيتال لايبرز، عن الفيرتشوال رياليتي، اي تيليميديس، اي حاجه هنا مكتوبه. بس المواضيع الرئيسيه دي رؤوس مواضيع يجب انك تكون قادر على كتابه على الاقل 4 سطور عن هذا الموضوع.